تساعدني عشان رقبتك ما تتقطعش. ها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ماله ده؟ في ايه؟ بقول لك ايه، اتعدلي كده واتعاملي عادي، اتعاملي عادي. ايه ده؟ في حاجة يا ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بخل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا ما غلطش. مين دي يالا؟ بطل ده ولا ايه ده بيقول لك يالا؟ الراجل ما يعرفش اسمي، الراجل ما يعرفش اسمي، ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. انت قليل ادب بقى. الله الله الله، ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حرير. ايه هتضربوا رجاله؟ اه. طب نأجل الموضوع يا جدعان بعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج اربع تنفار. يا جماعه الارصد مش كده بكتير، شخطه واحده الموضوع هيتلم. يا رب يا يسرى، يا رب يا مشاعل. حرام عليكم الرجوله ما بتقولش كده. يا ما جيب العواب سليمة يا رب. ايوه يا بهاي، انا مش قلت محدش يقرب لها؟ والله يا كابتن مصر ما حد جه جنبها. طيب اختفوا دلوقتي، مش هشوف حد فيكم. الدكتور يا رب خير. خير يا دكتور، طمني. واضح ان الحادثه اللي تعرضت لها كانت صعبه جدا. ايوه هي دلوقتي في غيبوبه، ادعوا لها. لا اله الا الله يا رب. هتفوق امتى يا دكتور؟ لا دي حاجه في ايد ربنا، احنا عملنا كل الاشعاعات والتحاليل اللازمه، واول ما تطلع النتائج هنطمنكم. سلام عليكم. عليكم السلام. لا اله الا الله. انا مش قلت لك الواد ده تافه ومش هيعرف يحمي بنتنا؟ نبي يا لطفي يا اخويا، انا فيا اللي مكفيني، ارجوك كفايه. نادين. ايوه بابي. سبع البرود بلوزها فين؟ في اوضه 305. في ايه؟ الراجل عيان، زيارة ممنوعة. أنا عايزكم تصلوا على النبي كده. البنت بين الحياة والموت، سبتهم يضربوكم معرفتش تحميها يا جبان. أيوه عمي، ما هي دي الخطة، أنا سبتهم يضربوني علشان يشتغلوا فيا فنسمة تهرب بالسلامة. يا سلام! هو أنت لسه شفت ضرب؟ على فكرة عمي أنا اتضربت كل أنواع الضرب، فما افتكرش في إضافة ممكن تضيفوها. يا حبيبي ما تشيلش هم، إحنا هنتصرف. صبري بابا ما تنساش تسمي. سمي بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. يا جماعة أنتوا هتتبعوا بعثة ولا إيه؟ بابي الاسم فقت. عمي عمي أنت حاسبني متعلق زي البولوس كده؟ أنا محتاج أنزل عشان أطمن على نسمة. حبيبي أنت في الوضع ده محتاج باكوي ينزلك. نسمة عمي الحمد لله على سلامتك. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ما تقلقيش، احنا بلغنا البوليس وإن شاء الله هيجيبوا العيال دولت، يعني هيجيبوهم. احنا اللي هنجيب العيال دي وهناخد حقها بإيدينا. يا جماعة من فضلكم، ما حدش يفكرها باللي حصل. معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا بس حالة نسمة وصلت لفين؟ نسمة ما عندهاش أي إصابات عضوية، بس واضح من الحالة اللي هي فيها إن الحادثة مأثرة فيها جامد. نسمة حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله إنك بخير. مين حضرتك؟ أنا جوزها دكتور. لا بس بيتي. مالك يا نسمة، في إيه؟ الحمد لله على سلامتك. لا ابعدوا عني. اطلع بره لو سمحت دلوقتي. هو اللي اطلع بره ده؟ تطلع بره يعني تغور في ده يا هلا. انا مش همشي لما اطمن على نسمة مراتي. صبري عمو صرف. مش مكسوف من نفسك وانت سقف في الجرالة؟ لا مش مكسوف، واعلى ما بخلك اركبه. مش همشي يا جماعه، انا هعلي موضوع لاعلى قيادات. الصوت يالا على في مستشفى. يا جماعه لو سمحت الهدوء. طب انا مش فاهمه يا دكتور ايه اللي حصل دلوقتي، ليه عملت كده مع جوزها؟ واضح ان في صدمه عصبيه شديده، والصدمه دي تقريبا ليها علاقه بجوزها لانها انهارت اول ما شافته. والحل ايه يا دكتور؟ الحل ان نسمة محتاجه دكتور امراض نفسيه وعصبيه، وانا اعرف دكتور كويس.
فيهم؟ نسمة وهي بتغرق يا عمر كانت عينيها في عينيك قايمين يعني بصالك؟ ايوه كانت بصالي وكانت عمالة تصرخ كمان طب هي ما شافتكش بتعمل اي محاولات لانقاذها؟ محاولات زي ايه يعني يا دكتور؟ قلعت قميصك ونطيت وراها في المياه رمت لها حبل رمت لها طوق ما عملتش اي حاجه خالص لا ازاي عملت طبعا عملت ايه؟ كنت بنادي على البحاره علشان ينقذوها ايه؟ كنت بنادي على البحاره علشان ينزلوا وينقذوها سخص السخص على الرجاله موقف مغزي جرى يا دكتور وانا حليها منك ولا من ابوها ما هو يا ابني مفيش حد في سنك ما بيعرفش يعوم لا في لا مفيش طب اقول لك على الكبيره انا ما بعرفش اركب عجل ايه ده ما بعرفش اركب عجل ايه ده انا ما بعرفش اركب عجل إيه موتوني بقى يا اخوانا موتوني ايه ده ما بعرفش اركب عجل إيه ده موتوني إيه ده موتوني بقى اهدى يا عمر بقول لك اهدى عشان نعرف نتصرف بمكر وحكمه اتفضل استريح اتفضل تشرب حاجه شكر هي فين دلوقتي هي عند ابوها من اول رمضان بيت ابوها من اول رمضان ونادين اختها بتقول انها قاعده طول النهار ما بتكلمش حد ولا بترد على التليفونات يا نهار اسود ايه ده اللي كنت قلقان منه من زمان معنى كده ان هي هترفض تعيش في الواقع الحقيقي وتبقى عايزه تعيش في الواقع الافتراضي بتاعها اي مين يعني عايزه تخش الشرنقه شرنقت ايه ودودة قز ايه؟ انا مش فاهم حاجة اتصرف يا عمر مش عايزين يحصل زي المرة اللي فاتت لازم نبعدها عن اي مؤثرات خارجية مؤثرات خارجية زي ايه يعني يا دكتور؟ افلام مسلسلات مش لازم تشوف اي موقف بطولي لحد غيرك افلام ومسلسلات؟ يا نهار اسود ده احنا في رمضان ده في معجنة مسلسلات اتصرف يا عمر اتصرف اعمل ايه يعني اولع في الليل سات الحالة لو رجعت لها تاني هتبقى اسوأ من الاول الحقها قبل ما تخش الشرنقة يا ابني دمبايلها مقفول يبقى هتخش الشرنقه طب اعمل ايه الحقها يا عمر اتصرف اتصرف قبل ما تخش الشرنقه لو دخلت الشرنقه مش هنعرف نخرجها منها يلا معلقتين بس عشان خاطر بابي هو شاف لا اله الا الله عايز مننا يا اخي بقى ارحمنا تراب رمضان يجمعنا كلنا اه كملي وحدك بسرعه اللي بيلا تيجي مسلسل كلبشه يوه خلصي بدله مين يا رحمة انا عندي استعداد اسيب الشغلانه دي بس بعد ما اعرفك مين هو سليم الانصاري يا جدعان حد يرد يا جدعان ابوس ايدك رد يا نادين مش وقت رغي في التليفون يا سلام بقى لو واحد زي سليم انصاري ده اللي كان معاها على اليخت كان نزل شالها بدراع والدراع التاني جاب لنا بيه كيلو كابوريا فين؟ انت نسمة فين؟ اتفرج على التلفزيون جوه نسمة سليم انت جيت يا حبيبي سليم طب هو انا حمل امير كرارة طب كنت فرجوه على محمد هنيدي يا دكتور لازم تشوف لي حل الموضوع اتنقل اكتر من المره اللي فاتت هي حالة نسمة وصلت لأنه مرحلة مرحلة سودة ومهببة بقى لها شهرين بتتعامل معاها على أنها ظابط طلبت مني إن أربي شاربي لحد ما بقتش أنا عم شكشك ده وارد امبارح قالت لي أنا عايز الرخص بتاعت صحباتي اللي اتسحبت في المرور يا نهار أسود هي وصلت للرخص تاخد الكبيرة هات الكبيرة سرقت مصدق أبوها وديتوني نعمل إيه إحنا بقى شيل 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 أنت إيه اللي مشايلك البلوة ديت مش ظابط ما ينفعش أمشي من غيره بص يا عمر بعد تفكير عميق أنا رأيي إن إحنا ممكن نستخدم مع نسمة نظرية الخلخلة النفسية معلش بس يا دكتور ممكن أسأل سؤال اتفضل هي إيه نظرية الشخلعة النفسية؟ شخلعة إيه وليلة إيه؟ الله يخرب بيتك وإحنا في كباريه اسمها الخلخلة النفسية نسمة دلوقتي طردت عمر من جواها
وحبت سليم لانها لقت فيه البطل اللي ما لقيتوش في عمر. احنا بقى لا مؤاخذه هنهق مشاعرها شويه. هن ايه؟ هنعمل خلخله لمشاعرها. اي مين يعني نجيب اسد ياكل اسد. اسد ياكل اسد؟ اها. ليه؟ يا الغابه فضيت؟ مفيش غزاله تايهه؟ ظبي خرج بره القطيع؟ انا مش فاهم حاجه يا دكتور. يحصل ايه لو اسد قابل اسد؟ ممكن يسهروا مع بعض؟ معلش انا اسف. قصدكم يعني يجيبوا لبس؟ اقتلوا ده ولا اعمل ايه؟ اقتلوا وخلص العالم من غباءه. انتوا قصدكم يعني هيدشملوا بعض؟ اكزاكتلي. لازم نسمه تتعلق ببطل زي سليم او اقوى من سليم عشان يطرد سليم، وساعتها البرواز هيفضى. عمر يخش نقفل البرواز على طول. الله يخرب بيت البرواز، على بيت اللوحه، على الموناليزا، على متحف اللوفر. دكتور تفتكر نظريه الخلخله دي هتاكل مع نسمه؟ على الله على الله يا عمر، ادينا بنجتهد. مراتك عيانه بمرض نادر قوي. ازاي زي مامك مرتاحه كده في ليله دخلتها؟